السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد، ومرحبا بكم في الدرس الأول بعد درس المقدمة في سلسلة جديدة، سلسلة تك بالعربي. في السلسلة هذه حنتعرفوا على العديد من الأشياء، وحنبدو بالتحويلات. حنتعرفوا على العديد من الأشياء، بس حنبدو أول حاجة بالتحويلات، اللي هي التحويل على سبيل المثال من ثنائي للعشري، من الثماني للعشري، من الثماني للسادس عشر، وغيرهم من التحويلات المعروفة، لأن التحويلات هذه يدرس فيها أغلب الطلبة في بداية دراستهم للتخصص تقنية المعلومات، وأيضا حيحتاجوها جدا إذا كانوا في تخصص علوم كمبيوتر، وأيضا في حالة أن تم أحد الطلبة على سبيل المثال تقدم لدراسة تخصص علوم الكمبيوتر في جامعة معينة، للجامعات اللي فيها أسلوب تقديم طلب، لأنك حتخوض مقابلة أو امتحان قبول، غالبا المقابلة أو امتحان قبول مستحيل يكون ما فيش أو ما يحتويش أو ما يتضمنش سؤال من أسئلة التحويل بين الثنائي للعشري وغيرهم، وغالبا يكون بين الثنائي والعشري. ففي درس اليوم إن شاء الله حنتعرفوا بأسلوب بسيط جدا طريقة التحويل من الثنائي للعشري أو من الباينري للديسمال بالإنجليزي. بدل ما نخوضه فنقول بسم الله ونبدو، وقبل ما نخوضه من غير ما نخوضه يعني قواعد طويلة حتى نعقد الموضوع أكثر ونخلوه صعب وفيه حفظ، حناخد مثال مباشرة وخلال حلنا ليه ببساطة حنتعرفوا على القواعد. السؤال حيجيك حيعطيك عدد معين، العدد هذا يتكون ممكن حتى من 30 خانة، بس كل خانة من الخانات هذه حتكون يا إما صفر يا إما واحد، يعني ممكن يعطيك 30 خانة، يعني 0 1 1 1 1 0 0 0 0 حتى 30 خانة، لكن مستحيل يكون في خانة من الخانات عدد 2، يعني مش حيجيك سؤال حول العدد الثنائي التالي إلى العشري والعدد هو 0 0 1 2 3، هذا مستحيل، يعني حيكون ممكن أكثر من خانة، ممكن 20 100 إلى آخره، أو ممكن 3 على سبيل المثال، لكن في النهاية حتكون كل خانة من الخانات هذه يا إما 0 يا إما 1. وتحولها للنظام المطلوب. احنا في الدرس اليوم ان شاء الله حنتعرفوا عليه تحويلها للنظام العشري. فعلى سبيل المثال عندنا مثال يقول حول العدد التالي الثنائي هو 1 0 1 1 0 1 الى النظام العشري او نظام العد العشري اللي هو الديسيمال من الباينري. اسلوب التحويل بسيط جدا، حناخذ كل مره خانه من الخانات الموجوده اللي هي الواحد والصفر والواحد والواحد والصفر والواحد، كل خانه منهم حنضربوها في 2 اس، يعني 2 حيكون عندها أس، الأس الخاص ب2 يكون مساوي لكمية الخانات التي تلي العدد اللي احنا حاليا نحسبه فيه. على سبيل المثال نبدو، احنا عندنا 1 0 1 1 0 1، حناخد الخانة الأولى اللي هي 1 حنحطها حنضربوها في 2، 2 حنعطاها أس، الأس حيكون عدد الخانات التي يلي القيمة اللي احنا نحسبه فيها، يعني الخانة هذه مش حنحسبوها، حناخد عدد الخانات اللي بعدها اللي هي 0 واحد واحد صفر واحد، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة خانات. حناخد واحد الأول ضرب اثنين أس خمسة، لأن بعد الواحد هذا فيه خمسة خانات، زايد نجمعوه مع نفس الأسلوب أو نفس الكريتيريا لكل الأعداد أو الخانات اللي تليها. يعني عندنا بعد الواحد هذا صفر، نديره صفر ضرب اثنين ونعده قديش فيه خانة بعد الصفر، واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي هم واحد واحد صفر واحد، يعني صفر ضرب اثنين أس أربعة، ثم واحد ضرب اثنين أس واحد اثنين ثلاثة أس ثلاثة، زايد ناخد الواحد ضرب اثنين أس واحد اثنين أس اثنين وإلى آخره، لعند ما توصل لآخر خانة حيكون واحد ضرب اثنين أس صفر تساوي. حاليا نجمعهم جمع عادي جدا سواء بالعقل أو بالآلة الحاسبة، في كل الحالات جمعهم بسيط. يعني حيكون عندك واحد ضرب اثنين أس خمسة، هتضرب 2 في 2 4، 4 في 2 8، 8 في 2 16، 16 في 2 32، خمسة مرات، يعني عندك 32 زائد 0 ضرب 2 أس 4، أي عدد نضربه في 0 يساوي 0، زائد 0 زائد 1 ضرب 2 أس 3 8، زائد 1 ضرب 2 أس 2 4، زائد 0 ضرب 2 أس 1 0، زائد 1 ضرب 2 أس 0، أي عدد أسها 0 يساوي 1، يعني 1 ضرب 1 1، ثم نجمعهم جمع عادي جدا يساوي المجموع 45، يعني تحويل العدد هذا من الثنائي للعشري حيساوي 45. بكل بساطة مهما كان العدد كبير، حتى في حالة كان عندك على سبيل المثال عدد واحد صفر واحد فاصلة صفر واحد، يعني فيه فاصلة، ممكن يكون مربك السؤال بالنسبة لك، لكن تحويله بنفس الطريقة تماما، حتاخذ واحد وراه عددين حتحسبهم بروحهم، ثم هذا
وهذا حنضربهم في 2 أس. الشيء الوحيد المختلف ومش حابب نعطي عليه مثال حتى يكون الموضوع معقد أكثر، بنخلوه بسيط بكل بساطة، هذه حتى عقلك صعبة، هو امتى حناخذ الأعداد لبعد الفاصلة اللي هي الصفر على سبيل المثال، حنديره صفر ضرب 2 أس سالب 1، والعدد اللي بعده 1 ضرب 2 أس سالب 2، وكذلك دواليك. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالدرس هذا، وكان بسيط جدا بالنسبة لكم، وتعلمتوا أسلوب أو طريقة التحويل من الثنائي للعشري، أي عدد كان بنفس الأسلوب ما دام هو ثنائي للعشري، وفي حالة فيه فاصلة حنحسبوا اللي على اليسار بروحهم بالأسلوب اللي تعلمناه، واللي على الفاصلة يمينها حنحسبهم بالأسلوب نفسه تماما، ولكن بدل ضرب 2 ضرب 2 أس كمية الخانات، 2 أس سالب 1، 2 أس سالب 2، 2 أس سالب 3 عند ما تتم الخانات اللي بعد الفاصلة. نتمنى أن تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذا. في حالة أنكم عندكم أي تعليق يا ريت تحطوه أس الفيديو، لأنه حيساعدني جدا في تطوير المحتوى والدروس القادمة، وإن شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم.